أخي في الله، ثلاثة أمور أوصيك بها، أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله، فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك. تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا. ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، ففر من الله إلى الله، وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته. وأما الأمر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك، فهي أمانة مستودعة، وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار. فأسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه، فاسعى في فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله، ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإياك أن تضيع أمرا أوجبه الله عليك، وإياك أن تنتهك حدا حرمه الله عليك. وارحم هذه النفس، ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله، فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها. ومن الوصية بالنفس ألا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق، سواء في الدين أو في الدنيا، فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس. فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها، فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه. ترحم هذه النفس في أمر الدين، وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا. يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام، كل هذا من أجل أن ينال الحطام. الله الله في هذه النفس، فإياك أن تعذبها.
فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه، وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك، سعيت في أداء حقوق العباد، أولها وأعظمها حق الوالدين، فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك، ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك، ثم حقوق جيرانك وأصحابك. إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا، قد سلبوا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء، فأنت بخير المنازل عند الله. إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة على أن تحاسب هذا القلب، فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظن بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم، حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. أخي في الله، كلمة واحدة أقولها لك وتذكرها، وهي من كتاب الله عز وجل: إذا وجدت الفتور في الطاعات أو في الفرائض والواجبات، فصور نفسك أنك الآن في قبرك، صور نفسك أنك قد صرت إلى قبرك ورهنت بعملك في لحدك. ما الذي تتمنى لو أنك مثل هذه اللحظة وأنت في القبر؟ ماذا تتمنى؟ هل تتمنى هذه الدنيا التي ألهتك عن طاعة الله عز وجل؟ ما تتمنى إلا تسبيحة أو استغفار أو ركعة أو سجدة تزاد في صحيفة عمل؟ والله ثم والله ما ذكرت القبر وضجعته واللحد وفجعته إلا هانت عليك الدنيا وما فيها، فتحرك القلوب بذكر الآخر. ولذلك أوصيك ثم أوصيك أن تكثر من ذكر الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات، هادم لذتك. وقبل أن تقول هادم اللذات قل يهدم لذتي، فتجعل الموعظة إليك. ومفرق الجماعات أي مفرقني عن جماعتي، فينزع الوالد من بين ولده، وتنزع الوالدة من بين أبنائها وفلذات كبده، وينزع الأخ من بين إخوانه والخل من بين خلانه. هذا يهون عليك الدنيا ويجعلها حقيرة، ويذهب عنك كل شيء يقطعك عن الله جل جلاله. من تذكر هذه المواقف شحذ همته، فتجده أسبق الناس في الصلاة مع الجماعة، وتجده يبكر إلى الصفوف الأول، وتجده يخشع عند سماع القرآن ويؤدي الصلاة كما أمره الله، لأنه يريدها نورا له في قبره ونورا له في حشره. إنها الآخرة، فليس هناك شيء بعد توفيق الله وفضل الله ثم كتابه وكلامه، ليس هناك شيء يهذب أخلاق العبد ويقوده إلى الله بصدق مثل ذكر الآخر. أن تذكر القبر، أن تذكر الحساب، أن تذكر السؤال، أن تذكر الصراط، أن تذكر الميزان، أن تذكر فجائع الآخرة أهوالها، أنه ليس لك فيها شيء إلا ما قدمت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ما قيل حصل ما في الجيوب، ولا قيل بالسيارات ولا بالمباني والعمارات، حصل ما في الصدور من توحيد الله والإيمان به والعمل للآخرة. هذه الأمور تحرك القلوب وتجعل العبد يحتقر هذه الدنيا ويزهد بما فيها ويقبل على الله. صاحي شمر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لا يضل العبد عن ربه، يضل بأشياء كثيرة، ومن أعظمها أن يكون غافلا عن الآخر. وإذا أراد الله أن يهلك عبد سلط عليه الغفل عن الآخر، فلن تجد أحدا يقصر في الطاعات ويضيع الحقوق والواجبات إلا غافل عن الآخر، ولن تجد أحدا سيء الخلق بذيء اللسان
متسلطا على المسلمين متهتكا في أعراضهم مثل الرجل الذي يغفل عن الآخر. أما لو علم أنه سيزم وأنه سيرهن وأنه سيحاسب وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تذكر الإنسان مثل هذا الموقف أنه في عرصات يوم القيامة وأنه منشور قد نشر كتابه أمام عينيه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لما يتذكر مثل هذه المواقف يتمنى أن في كتابه ما يقربه إلى ربه. فاستدم ذكر الآخرة فإن الله يصلح بها قولك وعملك ويشحذ بها همتك ويفتح بها في وجه العبد أبواب الخيرات. اللهم اجعلنا ممن ذكر الآخرة فقادته إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، نعوذ بوجهك من الغفلة عنها، والله تعالى أعلم. الدعاء، أن يدعو العبد ربه وأن يضرع إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى والذي يكشف كل ضر وبلوى، وأعظم البلوى بلوى الدين. فإذا وجدت في قلبك داء وبلاء فاضرع إلى الله فإنه مقلب القلوب، وادعو الله فإنه علام الغيوب، وثق بالله فإنه يفرج الكروب، وإياك ثم إياك أن يخذلك الشيطان أو تسترسل في سبيل الغي والهوى والعصيان، بل كن واثقا بربك معتمدا على الله، فإنه إذا كمل يقين العبد في دعائه استجاب الله دعوته. وإن العبد قد يبتلى بالفتنة في قلبه أو جسده، في سمعه وبصره وجوارحه، فيأتيه الشيطان ويسول له أنه لن يترك هذه المعصية وأن قلبه تعلق بها وأنه فليس هناك بلاء على العبد أعظم من الذنب مثل هذا البلاء، وهو أن يستشعر العبد أن الذنب لا يتركه أو يستشعر أنه لا يستطيع أن يترك الذنب، فهذا أعظم من الذنب، لأن هذا خير شر معين على الشر والعياذ بالله، هذا أشر من الذنب. ولذلك أصدق الناس من علامة صدق العبد في عبوديته لله أن يبتلى بالذنب ويتعلق به قلبه، وإذا به عنده يقين أن الله قادر على أن ينجيه من هذا البلاء في طرفة عين بل في أقل من ذلك. يكون عند العبد يقين مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما غيب القلب من داء وبلاء من حسد وغي وهوى وشهوة ومعصية، فإن الله على كل شيء قدير. فإذا وثقت بالله فإن الله يزيل ما بك، والله جل جلاله يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فيشفي من أسقام القلوب ودوائها وبلائها وشرها وعنائها، لكن باليقين به سبحانه والثقة به جل جلاله. فثق بربك فإنه نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإياك وكل ما يثبت هذا الأمر المحرم في قلبك. فإذا كان الإنسان مبتلى مثلا بسوء الظن بالمسلمين، مبتلى مثلا بالفحش بالشهوة بأي معصية، يبتعد عما يقوي هذا الأمر في قلبه، يحرص على البعد عنه، والبعد عن كل شيء يقويه من سماع محرم أو كلام محرم، ويأخذ بالأسباب في التوبة الظاهرة كما وفقه الله في الإنابة الباطنة. إذا جمع الله للعبد بين اليقين في قلبه والفرار إلى ربه بجسده فإن الله لا يخذله. أمر الثالث أنه إذا حصل عندك هذا اليقين فاعلم أن لله حكما حيث ابتلى عباده. فمثلا البعض يبتلى بذنب في شهوة سمع أو بصر، أو يبتلى بحسد في قلبه، أو يبتلى بعجب، أو يبتلى بداء من أدواء القلوب،
ثم يصدق مع الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب فينجو، ثم يكبو والعياذ بالله. فإذا كبى فعليه أن يرجع أكثر من رجوعه الأول ويصدق أكثر من صدقه الأول، لأن الله قد يمتحن العبد، فإذا كبى وضعف يقينه استولى عليه الشيطان وقد يتردى. ولذلك تجد البعض يترك المعاصي ثم يعود، ثم يتركها ثم يعود، فإذا جئته في الثالثة والرابعة إذا به قد قنط ويأس. لكن من الناس، وهذا مشاهد ومجرب وكثير من أخبر به وهو معلوم من سنن الله، من يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم، ولا يزال يستصرخ ربه ولا يزال متعلقا بربه وتتكرر عليه. وهذا هو العبد المفتتن التواب الذي يحب ربه، لأنه من قوة يقينه وإيمانه أن الله يحب التوابين ما خاب ظنه في الله. ولذلك تجد الشيطان دائما حريص على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقول للعبد إنك قد كذبت على ربك، أنت منافق، كيف تكرر، كيف متى ما صدقت مع الله ولو بعد مليون مرة فأنت صادق، ومتى ما تبت إلى الله ولو بعد مئات الملايين من المرات فأنت تائب. لأنه متى ما كان العبد عازما على الإنابة إلى الله آخذا بأسبابها ولو تكرر منه ذلك مرات وكرات فإنه على خير من ربه. وثق بالله عز وجل كما ذكرنا، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه لنا ولك وللمسلمين المعونة، والله تعالى أعلم. ربنا رب السماوات وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفيض علينا من رحماتك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، بيض وجوهنا وثقل موازيننا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أنت ربنا ولا رب لنا سواك، إليك توجهنا وفي رحمتك أملنا. نسألك أن تبلغنا فوق مسألتنا ورغبتنا، فأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا صلاحا إلا أثبته وزدته. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس من جنتك. اللهم نعمهم في قبورهم نعيم الشهداء، اللهم نعمهم نعيم السعداء، اللهم ارفع درجتهم في مرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم أحسن خاتمة الأحياء، اللهم أحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وأعنا على بر الأحياء والأموات منهم. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم نعوذ بوجهك من العقوق، اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفر إليك مما بدر منا من التقصير في حقك، فحقك أعظم الحقوق، ونعتذر إليك ونستغفر إليك من كل تقصير في حق آبائنا وأمهاتنا وذوي الرحم منا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر ذنبنا وكمل نقصنا يا ربنا يا ربنا. أنت ربنا وإليك شكوانا وفيك أملنا، لا
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالدين والاعتصام بالحبل المتين حتى نلقاك غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. أعوذ بالله من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين. اللهم اصرف عنا فتنهم أجمعين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم دمر أعداء الدين، شتت شملهم، فرق جمعهم، وانزع عافيتك عنهم. اللهم نكس شعارهم ودنس منارهم. اللهم اقسم ظهورهم وعسر أمورهم وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن بالإسلام وأهله من اللأواء والشدة والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. نسألك ونضرع إليك أن تفرج عن الإسلام وأهله. اللهم اكتب له العزة والتمكين. اللهم اكتب له العزة ولأهله التمكين بعزتك لا إله إلا أنت القوي المتين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ من نواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الطف بإخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبهم وبالمسلمين أجمعين. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطف بهم حيثما كانوا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وسد عجزهم يا رب العالمين، واجبر كسرهم إله الأولين والآخرين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة بمنك وكرمك وسعة جودك ورحمتك أن تحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أخرنا إلى خير. اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن. اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن والمحن فنضل ونشقى. اللهم خذ بنواصينا لكل بر وتقوى، وارزقنا السداد. اللهم ارزقنا السداد. اللهم ارزقنا السداد وثبتنا عليه إلى المعاد حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.